بسكوي مالح ومقرمش، مذاق رائع جدا، سهل وسريع التحضير. بسم الله على بركة الله. عندي 250 غرام ديال الطحين اللي هي رابعة، 50 غرام ديال الزبدة اللي هي ملعقتان كبيرتان، القليل من بودرة الثوم، القليل من الزعتر مطحون، نصف ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من السكر غير مملوءة، ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات غير مملوءة، 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، ممكن تعويضه بزيت نباتية. كنخدم المكونات الأولى بهالطريقة، كنبسس الطحين بالزيت والزبدة، مقادير قليلة كما لاحظتوا، كيجي مذاق رائع جدا. عندي 50 غرام من جبن أحمر مفروم، فروماج محكوك، بيضة واحدة تكون بدرجة حرارة المطبخ. كنخدم المكونات، هاد العجين ما كيتعجنش نهائيا، غير كنخدمه بالأصابع فقط. كنجمع بالماء، غادي نحتاجو تقريبا 3 ملاعق من الماء او ملعقتان فقط حسب نوعية الطحين وحسب الحجم ديال البيضة. ما كنعجنهاش نهائيا، غير كتجمع، كنلمها مزيان بلا ما تعجن نهائيا. صافي، كنلاحظ انها تجمعات، كنوقف الماء، ما خصهاش تكون عجينة مرخوفة، خصها تكون عجينة متماسكة. كنوضعها في البلاستيك الغذائي وندخلها للثلاجة 15 دقيقة حتى لنصف ساعة. مباشرة كنخرجها وناخد الورق ديال سلفغيزي، من الأفضل يكون قياس الطاوة ديالكم اللي غادي استعملو. كنسرح فيه العجين كاملة وغادي نقادها بواسطة ناعورة مسننة أو ناعورة عادية جرارة باش كنديرو شباكية. وضروري ومؤكد أن سمك العجين يكون رقيق جدا، مخصهاش تبقى غليظة. كناخد جرارة اللي هي الناعورة المسننة وكنقاد الجوانب كلهم بربعة ديال العجين. كما لاحظتوا أنا سرحتها فوق الورق ديال سلفغيزي مباشرة، كنقاد الجوانب بربعة كما لاحظتوا. بالنسبة لهاد البقايا غادي نجمعهم، ما كنعجنهمش، ونسرحهم ونقطعهم بنفس الطريقة. كنبدا كنقطع العجين الشكل اللي بغيت، إما أصابع اللي تكون رقيقة وطويلة، إما معينات، إما مربعات. أنا كنقطعها هكا أشرطة اللي عريضة شوية، ومن بعد كل شريط غادي نقسمه على مربعات متساوية حتى نكمل العجين كامل. طريقة سهلة وسريعة وعملية، وكيتحضر في وقت قياسي. كناخد الطاوة وكنهز الورق ونحطه مباشرة فوق الطاوة، كيتهز معنا بكل سهولة. كما لاحظتوا الشكل اللي كيكون مقاد وزوين. كناخد القليل من الحليب وكندهن الوجه ديال العجين كامل، ممكن تعوضوه ببياض البيض، انا كنستعمل الحليب فقط. وكنرش الزعتر من الفوق، ممكن ديروا زنجلان، ممكن ديروا فرماج محكوك اللي بغيتو. كنثقبو مزيان بالفورشيط وندخلو الفران، يكون متوسط درجة الحرارة الى هادئ، نديرو 160-170، ما تكونش نار قوية، ونخليو يطيب على خاطرو باش كيتقرمش، وكيجي مذاقو رائع جدا. كيجي مقرمش وهشيش في نفس الوقت، وكيبقى في الشكل ديالو. غير النصيحة اللي نعطيكم، ما تعجنوش العجين نهائيا، كيجي مذاقو زوين بزاف، سهل وسريع في التحضير. تحضروه دوازتاي بسرعة مباشرة، غادي تناولوه، غادي يعجبكم بزاف، وبالصحة وراحة.